كابتن علي ماهر كلمني وخلاص اتفقنا ورحت انبي. بس تألقت في انبي، كنت هتعرف لما هتمشي هتبقى هداف الدوري بص يا كابتن، بالأمانة؟ هو انا كنت طالع كنت واثق في نفسي جدا. بص هو حوار اللي انت تبقى عارف حاجه دي في المستقبل دي حاجه بتاعت ربنا، بس انت انا طالع واثق في نفسي واثق في امكانياتي، وطالع عشان اثبت للناس ان انا قد الثقه بتاعتهم، وان انا يعني كنت عايز اخد فرصه اكبر وكده. الاعاره دي سلاح ذو حدين، لا تنجح وترجع النادي لا ما ترجعش النادي تاني. وانت كنت لما خرجت كنت عارف ان انت راجع ولا لا؟ انا لما طلعت من النادي كان قدامي تحدي كبير، تحدي ان انا ابقى كويس وارجع النادي، لان انا عارف ان انا لو كنت وحش مش هرجع النادي تاني. وكان ممكن يا كابتن شادي اقعد في النادي وابقى موظف وما وخليني لا، انا كنت حابب ان انا اطلع العب، وكنت واثق في نفسي جدا ان انا اطلع العب وان شاء الله ابقى كويس. تغييرة المدربين في انبي ما بين كابتن علي ماهر جه بعدها كابتن حلمي كابتن مسك، حلمي كابتن حلمي صح كده، فرقت معاك فنيا؟ الاتنين طبعا مدربين كبار، كل مدرب وليه طريقة لعب مختلفة. كان انا مع كابتن علي ماهر كنت بلعب جناح، كابتن حلمي وظفني مهاجم. انت بقى ما واخدها صح، باك ليفت باك ليفت دي في الناشئين بقى، وجناح لعبت باك ليفت وباك رايت وديفندر، لعبت في كل حتة اقسم بالله. جيت مع علي ماهر كنت بتلعب جناح مع كابتن كابتن حلمي علي ماهر طولان احنا لعبنا اربع سترايكر لعبنا صريح. اربع ماتشات مع كابتن علي ماهر، تمام، جبت في الاربع ماتشات دول جونين في الجناح. جينا بقى كابتن حلمي مسك لعبني، ما كنتش عايز العب مهاجم، قلت له كده؟ قلت له كابتن انا مش حابب المهاجم دي، انا يعني انا في الوينج بحب العب وبروح قال لي لا انت جرب واسمع كلامي وهتبقى كويس فيها وكده. بص يا كابتن، المهاجم دايما ما بيلمسش الكرة كتير زي الاطراف والنص الملعب، يعني دايما المهاجم عدد لمساته للكرة، لان هو يعتبر يعني ملوش دعوه باللعب اللي بيحصل حوالين تحركاته الحاجات اللي مرتبطة بالبوكس هو والتحركات على العارضة الأولى والتانية. مرتبط جوه الصندوق وحاجات كده جوه الصندوق يخلصها تجيلك كرة. رحت انبي، تألقت، بقيت هداف الدوري، اتغير مركزك، بقيت راس حربة. مين كلمك بقى ترجع النادي الأهلي تاني؟ لا هو ما حدش كلمني من النادي الاهلي. هو انا خلصت الاعاره، تمام. ما كان ممكن يطلبوا إعارة تكمل تاني؟ ايه؟ كان لا ممكن. ما انت يا كابتن لما بتطلع اعاره وبترجع طبيعي ترجع النادي. لو هم عايزين يطلعوك لما بتروح النادي بيتكلموا معاك، لكن مش مره واحده كده ما تجيش، لا انت بتخلص الاعاره بترجع النادي تاني. حتى لو لعيب يعني طالع من الناشئين طالع اعاره بره طبيعي بيرجع النادي تاني. شريف فاكر لما اتقابلنا وانت رايح الاعاره في مدينة نصر، بالظبط، فاكر ولا فاكر مش ماتش فاكر؟ ايه؟ لا مش فاكر. كنت اتفرج على ماتش ماتش وعدة نهائي افريقيا نهائي افريقيا ترجي. صح، واللي انت قلت لي هو اللي حصل ده. واحد اتنين، لو تتذكر القعده كنا بندردش واحنا بنفضفض في اوضه اللبس زي ما اتفقنا من الاول. انا قلت لك كلمات سبحان الله اللي حصلت بالملي هي اللي حصلت، انا متذكر. قلت لك هتروح قاتل عشان ترجع تاني، مع ان صعب اللي يمشي ما انا قلت لك يا كابتن يرجع. الاعاره سلاح ذو حدين، لا تنجح وترجع لا تفشل ما ترجعش. مرتبطه باقدامك انت بالظبط. وبتفكيرك انت. ما حدش هيساعدك، انت مرتبطه بامكانياتك، وطبعا التوفيق من عند ربنا.